السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي همسات، نناقش قضايا اجتماعية وأسرية مختلفة، فتابعونا. العيد، ذلك الزائر الذي ينتظره الكثير، ولكن مع قدومه تختلف هموم الناس وتختلف المشاعر التي يحملونها مع قدومه. فهناك من ينتظره بفرح شديد وينتظره بشغف، وهناك من يتمنى عدم قدومه لأنه يعني المزيد من الهموم كشراء مستلزماته، وهذا يعني عبئا إضافي عليه. وهناك طرف آخر ينتظر العيد بفارغ الصبر، لأن العيد بالنسبة إليه يعتبر إما مصدر رزق أو فرحة تدخلها الزكاة في قلبه، أو وقتا جميل يلتقي به الأحباب والأقارب والأصحاب. لكن عيد اليوم يختلف عن عيد الماضي، كونه أصبح مثقلا بالهموم والانشغالات التي أفقدته قيمته الاجتماعية. العيد بين الأمس واليوم قضية نناقشها مع ضيفي في الأستوديو الشيخ فؤاد حباجة، إمام وخطيب جامع الرحمة، ولكن بعد هذا الاستطلاع فابقوا معنا. صح سعد يا اخي، ما بحد ساعة. ها 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 سعد سعد، لحظة ما تشتي يا حمود، ما تشتي، ما في نفسك. العسر يا سعد وانت هكذا، ما تشتي يا حمود بحجر الله، قطعتني معي عمل، ما تشتي. معك عمل وانت بالفرش والبطانية يا اخي، ايش هالسرعة تكف؟ سعد عندك ما سعد، الله يرحم والدك، قد كمل رمضان الاعتكاف كان في العشر الاواخر يا اخي، جيت تقطعني اسرعة تكف، ما كمل رمضان، انا دري قد كمل، بس والاعتكاف يصبر في اي وقت. كيف يصبر في اي وقت؟ قدومك راعيد صرت اعتكف لي هذا اليوم، واهم يوم ليله العيد، واحد يعتكف يستجيب له ارحم الراحمين. ها انا افتهم لي ليش صاير تعتكف في ليله ذا العيد، انت هارب من كسوه ذا العيد حق جهالك. ما ايوه هي ما عندك يا رجال، ما في حاجه، الكسوه مقدور عليها والجهال عادي ممكن تساليهم. اقول لك حاجه، انا والله ما بحلم ان واحد يعتكف يذكر الله انه احسن جو ايماء خاطرك. إنما أقول يا جماعة، علشان كسوة العيد يهرب المواطن ويهرب هذا الأب المسكين ويزيد يعتكف ليلة العيد، والله إني فعله، وأنا كيف أفعل إذا كان هذا بيهرب ومعه اثنين جهة وأنا معي خمسة، مش أزير أعتكف أزير أحج. الآن أصبحت يعني كسوة العيد يعني زي إيش أقول لك، يعني مصيبة، لأنه الغلاء بسبب الغلاء بسبب ارتفع الاسعار، يعني كان مثلا من اول تكسي الجهل مثلا ب 5000 ريال، الان ما يكفي ولا حتى 20000 للطفل الواحد. اعتقد ان لا يختلف الهم مني او من مواطن اخر، يعني فالهم واحد، احتياجات العيد واحده، يعني واحد مع اسره، واحد يشتي كسوه، واحد يشتي قعاله، واحد يشتي يعني واحد يشتي مصروف العيد، واحد يشتي يسافر، واحد يشتي زلط ايضا. فأعتقد أنه الهم واحد يعني عند كل المواطنين اليمن، المواطن اليمني. الحمد لله رب العالمين، نستقبل العيد بكل فرحة وسرور، وهو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، ومع بهجة الأطفال والأسرة نستمع معهم ونعد الأعدة من الحلويات والجعالة والحمد لله بهذا الطريق يعني أكثر، ويكون يوم بعدها إن شاء الله من أيام جميلة وأيام سعيدة إن شاء الله. أنا اشتري لي بدلة. اشتري بدلة؟ ما اشتريت إيش؟ ولا اشتريت هذا الثاني صح؟ ما هذا عادي الأول. أيوة الأول. طيب أنت في العيد ما بتسوي؟ بنلعب. نختم رمضان أيضا بفرحة وسرور بالعيد المبارك إن شاء الله. كأم طبعا للأولاد والأطفال الفرحة لهم الأكبر. في ملابس العيد، في الكسوة. يعني الفرحة تكون عند الأطفال أكيد، وعند الكبار، وعند الكبار طبعا. هل ما زالت الفرحة فرحة العيد يعني زي ما كانت من أول؟ والله طبعا زي ما كانت، بس الغلاء والهذا شوية مرتفع، بس الحمد لله. كيف تستقبلوا يعني فرحة؟ نستقبل بفرحة وسرور. طيب كم لديك أولاد؟ لدي 9. ما شاء الله، الله يبارك فيهم. كيف كان أيام زمان؟ لا لحظة أيوة الآن.
هل العيد بالنسبة للفلوس والصرفية شيء طبيعي أم ثقيل عليك؟ لا والله إنها ثقيلة الصدق. ثقيلة. ثقيلة. وما هو السبب؟ السبب القلق. والله بنستقبل العيد بفرحة يعني وبهجة جديدة يعني بالعيد، وإن شاء الله يعني العيد يقع في خير. وسلم بالنسبة للفلوس هذه شيء إن شاء الله يعني. طيب طيب العيد عندك زمان كيف كان؟ والله العيد يعني تمام العيد يعني. من أول. يعني من أول كان أفضل. ما هو السبب؟ يعني كان هناك يعني الأسعار كان عادي يعني خفيفة أما الآن يعني قد يرتفع الأسعار إن شاء الله. والريال موجود وكل شيء يعني تمام. الأسواق مفتوحة. والأسواق مفتوحة وكل شيء يعني تمام. عندي 3 أفراد من الأولاد، بنت و2 عيال. هل قد اشتريت ملابس للعيد؟ عاد أنا بسم الله الرحمن الرحيم ربما ما شلش نهائيا. ربما أدخل وأسأل كيف الأسعار موت. والريال معدوم من داري والشغل ما عاد شي مثل الاول. اذا دخل الريال بصعوبه خرج بسهوله. لان كان من اول قلوب صافيه، الان لم عاد في اخوي يقتل الثاني، هذا يتغير مع هذا، هذا يضرب هذا، هذا لان الان طيب يا ولد. هناك هنا هناك فرحه العيد، يعني كم بعادات وتقاليد في ايامكم كان تستقبلون العيد مثل ايش مثلا؟ انت تتكلم عن المدارس، ما كان عاد باقي غير المدارس. كان براع وذبايح وحيات وعرسات والزوامل والهيدات والبالات، يعني كل شيء. صلاة الأرحام هذه حاجة ضرورية في العيد، لأنه معك مكالفك وأقاربك هذا تنتظر وجودك يعني وحضورك وقت العيد، يعني تزورهم وتزور الأقارب وتأخذ العيال في رحلة وفي حتى أنهم يعني يغيروا من الروتين اليومي الذي هم عايشينه. كان يعني زقع يعني نفس القلب شريها حالية، يعني كرهن يبدأ العيد ولا عرس ولا شيء قد قلبك فعل هكذا، دحين كل شيء مغلق. والله عاد احنا بنلف والباقي على الله، إذا شيء حاجة عاد خارجنا أخذنا ما بيش روحنا. الإنسان اليمني بالذات يستقبل أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني هي بفرحة أكيد، يعني يستقبله بفرحة لا شك، ولكن عاداتنا ووضعنا والناس الذي تعودوا عليه يكون العيد لهم مكلف جدا، يعني يريد أن يجهز حاله من الملابس للعيال كامل من جعالة العيد من أمور يعني تكون مكلفة جدا. ولذلك بعض الناس يهم عندما يجي العيد هذا خلاص، يعني كيف أسوي كيف أعمل، يتمنى أنه ما فيش عيد، فتنعكس الفرحة إلى هم إلى ديون إلى غموم. والله إن احنا نستقبل العيد بفرحة وسرور ما دام الصحة والعافية موجودة ولله الحمد، بنستقبله بفرحة وسرور أكيد. والله نستقبل العيد يعني بفرحة الصايم بالعيد، ولكن يعني كما تشوف الحلويات في العيد أسعارها مرتفعة. نستقبل العيد زي ما يستقبل أي شاب، يعني شري ملابس العيد بس مش بهذا القدر زي ما وانت جاهل، يعني كذلك الأيام العيد نقضيها ما بيش أماكن إنك تقضيها في أماكن نوادي حدائق منتزهات، للأسف يعني يجلس في البيت يجلس في الحارة، خلاص يا لك أنت والأصحاب تعشيتوا وروحتوا البيت، ما بيش أماكن إنه ممكن تفتح نفسك إنك تخرج تنزات تقضي أوقات يعني شيء جامع على الأصحاب. نستقبله بفرحة كبيرة بعد اكتمال الطاعة الكبرى وهي صيام شهر رمضان، ولا شك أن صعوبة المعيشة في هذه الأيام تعطي بعض الكدر لضعيفية الدخل أو القليلية الدخل هذه الأيام، لكن ربنا يكمل فرحة الناس بإذن الله. والله نستقبله بكل فرحة، لأن احنا انتهينا من شهر كريم، وهذه الجائزة التي لابد أن يأخذها كل مسلم بالأخير يعني. مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا حياكم الله. بداية، ما هي الغاية من العيد في الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يقول الله جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا. جاء في تفسير هذه الآية عن ابن جرير عن ابن عباس قال: منسكا أي عيد،
لكل أمة عيد، والعيد يعتبر فرحة كبيرة، وهو يأتي بعد أداء الركن من أركان الإسلام. فعندنا عيدين في العام بأكمله، عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك. عيد الفطر هو يأتي بعد الانتهاء من أداء فريضة الصيام، وكذلك عيد الأضحى هو يأتي بعد أداء فريضة الحج. والعيد لا شك أنه فرحة كبيرة يشعر بها المسلم، وسمي عيد عيدا لأنه يأتي في كل عام فرح يتجدد، والفرحة والاستبشار. يقول ابن عابدين: سمي العيد لأن لله تعالى فيه عوائد على عباده، يعني أنواع الإحسان على عباده من كل عام، يعني يأتي الفطر بعد الامتناع عن الطعام لمدة شهر بأكمله، يأتي صدقة الفطر، وكذلك يأتي الأضاحي في عيد الأضحى. فهذا معنى العيد. فالعيد حقيقة هو فرحة وسرور. وتقول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان عندها جاريتين وهما تغنيان، فتعجب يعني، فقال: أمزمار في بيت رسول الله؟ وهو ينتقد عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. فالعيد ينبغي للمسلم أن يستقبله بفرح وسرور واستبشار، وهذه هي من آداب العيد. يعني بعض الناس لما يمر عليه يقول لك العيد عيد العافية، هذا يعني مثال متداول عندنا، صحيح العافية، لكن لابد للمسلم أن يظهر فيه الفرحة والسرور، وهو يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام. والعيد في الإسلام من الفرحة والسرور أنه يوم أكل وشرب وتوسيع على العيال، حتى يحرم صيام هذا اليوم يوم العيد، يحرم صيامه لأنه يوم فرحة وسرور. فالمسلم يستقبل العيد بفرح وسرور، سرور يتجدد بعيدا عن الهم والحزن. تلك الآداب التي سنت في العيد: الاغتسال، التطيب، أن يلبس الإنسان أفضل ما عنده من الملابس والتزين، فيه توسعة على النفس والأهل والعيال، الجلوس معهم، التوسع عليهم، التهنئة بالعيد، زيارة الأقارب والأرحام وغير هذا، يعني بعض مقتطفات العيد في الإسلام. طيب يا شيخ، العيد بالتأكيد تختلف حالة الناس عند قدومه اليوم عن الماضي، يمكن أن تحدثنا عن هذا الاختلاف؟ طبعا العيد لا شك أن هناك عادات وتقاليد يمارسها المسلمون تختلف من بلد إلى آخر، وعندنا في اليمن يختلف في المدن وكذلك في القرى. فنجد مثلا استقبال المسلمين للعيد والأسر اليمنية للعيد، يعني يبدأ بذلك الاستقبال من الأسرة نفسها من البيت، يعني التهيئة بالحلويات العيد، بالجعالة، بأنواع المأكولات، يعني المكسرات، بالاستعداد له، كذلك خروج الناس إلى مصلى العيد، البرع والهازيج وهذه المدارع وزيارات القرى بين بعضها البعض، وجلوس الناس في أماكن لاستماع أفراح وأسمار العيد، هذه كلها المدن مثلا، خروج الناس إلى الحدائق والأماكن العامة والألعاب والترفيه، هذه كلها تعتبر أنها يعني عادات للناس فيها تختلف من مكان إلى آخر. طيب، ما هي الأسباب التي أدت إلى فقدان العيد للغاية التي وجد من أجلها كالتكافل الاجتماعي والتزاور؟ نلاحظ أن في السنوات الأخيرة خفت هذه الأمور. حقيقة عندما نتكلم عن العيد، هو الأصل فيها الفرحة، وهذا هو الأصل في الإنسان، أن يفرح بهذا اليوم الذي جعله الله عز وجل يوم هدية للمسلم يفرح فيه ويظهر فيه نعم الله عز وجل، والله يحب أن يرى أثر النعم على عبده على خلقه، فهو الأصل الفرحة. لكن نجد الآن ما تجلس مع أحد في الغالب إلا وهو يبادرك: ليس فرحة اليوم كفرحة الأمس. واختلاف فرحة الناس اليوم تختلف عن سابقا، وحقيقة الهموم كثيرة، لكنني أفصلها في ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول وهو
الغلاء المعيشي وتدهور حالة المعيشة عند الناس. هذه خلقت يعني نوعا من الهموم. يعني عندما يأتي الإنسان الذي يحمل الأسرة في مقابل أنه يعني لا يجد مصادر للدخل، وإن وجد بعضهم فتكون مصادر محدودة، فعندما يأتيه العيد يحتاج إلى توسعة لما تكلمنا من العيال في الملبس والمأكل والمشرب. هذه من أين يأتي بها؟ وكيف له أن يدخل الفرحة في قلوب أبنائه؟ فهو لا شك يكون له عناء فوق العناء، فهو يأتي العيد ويقرب معه الهم والحزن، وكأنه أصبح العيد عليه يعني هم يريد أن يتخلص منه بأي طريقة كانت. فإن عدمت هذه الفرحة وقلت عند كثير من الناس، كذلك أيضا نحن عندما نتكلم كنا ونحن صغار تكون فرحة الصغار بالعيد تختلف عن فرحة الكبار، فهو لا يهتم بشيء وليس هو محمل من الأعباء بشيء، هو كل ما في الأمر منتظر تلك اللعبة التي تؤتى إليه واللبس الجديد والخروج وعصب العيد وكل فكرة حول هذا. وبالتالي فعلا ما زالت فرحة الأطفال إلى الآن موجودة باختلاف الكبار. فعندما نتكلم عن الفرحة هي قلت حقيقة في أوساط من يحملون أو أوساط أولياء الأمور أو مسؤوليات الأسر. يعني يأتي العيد مهتم بالإيجار، مهتم بالنفقات، مهتم بعصب العيد، مهتم بكذا بكذا. السبب الآخر من أسباب الضعف أو قلة الفرح بالعيد الأوضاع التي تمر بها البلاد، حقيقة لا تفرح صديق ولا تحزن عدو، يعني مثل ما يقال البلاد التي تمر بها بلادنا خاصة والأمة الإسلامية بشكل عام، فعندما ينظر الإنسان لا يجد المسلمين إلا ألما وحزنا وقتلا وتشريدا في كل بقاع المسلمين. يعني الجرائم التي حدثت في بلادنا وسفك الدماء واستباحة يعني دماء الأبرياء وسفكها في بدون أي مبرر أو مسوغ شرعي، لا شك المرحلة التي تمر بها بلادنا حاليا تؤلم وتحزن، وهذه تنغص فرح كثير من الناس، لأنه ليس الغرض أن يكون الإنسان هو فرحه لنفسه، وإنما الفرح هو للمسلمين جميعا، وهي فرحة اجتماعية أصلا، وإلا ما هو بتمر بالإنسان أفراح خاصة، قد يكون مثلا يعني نال لشيء، لزواج، لوظيفة، لعمل، وهذه فرحة فرحة، لكن عندما تكلم العيد فهو فرحة للناس جميعا. السبب الثالث وهي من الأسباب الذي وهذه مصطنعة وهي الحوادث المرورية، أعتبرها أن أحد الأسباب للمنغصة للفرحة. يعني تجد خاصة الهجرة من الريف إلى المدينة للعمل، والموظفين في المدن ما أن يكون يوم العيد قبله بيوم أو يومين أو ليلة العيد رجوعهم إلى القرى، رجوع في هذه سواء في وسائل النقل العامة أو السيارات الخاصة، تلك المشية الجنونية وعدم الالتزام بآداب السير وغيرها، الحوادث المفزعة التي نرى خاصة قرب العيد، يعني فعلا تقلب الفرح إلى حزن وإلى مأتم. يعني هذا الذي حدث له وهو فرح أن يأتي وأهله مستبشرين أن يعود إليهم بالهدايا وأن يعود إليهم يعني بفرح العيد، انقلب الفرح إلى حزن وتحول العيد إلى مأتم وإلى أسى. فهذه من أهم الأسباب التي فعلا قللت الفرحة عند يعني عند الأسرة أو عند المواطن اليمني بشكل خاص. نعم. برأيك يا شيخ كيف يستطيع المجتمع إعادة الروح الاجتماعية للعيد؟ طبعا هناك وسائل كثيرة جدا من هذه الوسائل التكافلية. الإسلام أيضا يعني شرع زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر هي خصيصة لهذا الأمر، يعني وقتها لها وقتان، وقت فضيلة ووقت يعني وقت جواز ووقت أداء. فوقتها من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الناس إلى صلاة العيد، هذه زكاة الفطر شرعت حتى لا يكون هناك الفرحة فقط تقتصر على طبقة معينة وهم طبقة الأغنياء، وإنما لابد لتعم الفرحة جميعا. فعندما يأتي الفقير ويأتيه من صدقة من زكاة الفطر ويأتيه من كل ما يعني ما يأكله الأغنياء يجده الفقير عنده، هذه هي الفرحة. ف يعني الإسلام يعني حث الناس، بل يعتبر أنه يعني الصائم مرتهن قبول صيامه بدفع زكاة
الفطر. كذلك أيضا في الجانب الإعلامي دور كبير جدا، وهو يعني البرامج التي تبث، ويعني أحيانا يصل بالبعض أيضا أن يقتصر في عيده أن يأتي إلى التلفاز وينظر العيد من شاشات التلفاز، وما يأتيه الإعلام وما يكون من دور الإعلام من يعني نقل العادات والتقاليد وزيارات ميدانية للعيد والاحتفالات وغيرها. هذه تخلق جوا وتعطي ثقافة عند الناس وانطباع فعلا على أن العيد هذا يوم ينبغي أن يستشعر، وينبغي لهذا اليوم أن يكون يوم فرحة تعم فيه جميع الناس. كذلك أيضا يعني دور للخطباء والمثقفين وغيرهم أن يتكلم عن أهمية العيد في الإسلام ومنزلته، وكيف يكون التكافل الاجتماعي، وكيف تكون الفرحة بين الناس. نتمنى أن يعود للعيد رونقه وتبقى الأواصر مترابطة، ويكون العيد فرصة للتزاور وصلة الأرحام وتحسس الفقراء. أشكرك شيخ، ونتمنى أن تصل رسالتك للمجتمع. مشاهدينا، همساتنا مستمرة، فابقوا معنا. مشاهدين الكرام، سنوات الزواج الأولى يتخللها الكثير من المواقف السعيدة في حياة الإنسان التي لا يمكن أن ينساها، وفي المقابل تكثر في هذه السنوات الخلافات الزوجية التي تحصل بسبب عدم فهم أحد الزوجين للآخر، ووجود كثير من عدم التعارف بينهم. المشاكل التي تحصل في سنوات الزواج الأولى وأسبابها وطريقة التعامل معها موضوع فقرتنا الأسرية لهذا اليوم، الذي نناقشه مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ عبد الغني الضبياني، رئيس مؤسسة غراس للتنمية والاستشارات، خبير في التنمية البشرية. مرحبا بك أستاذ. أهلا ومرحبا. بداية، هل يمكننا الحديث عن أبرز المشاكل التي تعترض الحياة الزوجية في بداياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أولا ينبغي أن نعرف أن هنالك مسألة مهمة جدا، وهي حكمة عربية قديمة تقول الإنسان عدو ما يجهل. فإذا جهل الإنسان هذه المشكلات بلا شك سيقع فيها. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكي لا نقع في تلك المشكلات جاءت هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي على الناس معرفتها. هنالك عدة مشاكل، ومشاكل كثيرة جدا، لكن سنلخص أبرزها وأكبرها، يعني الذي هي تظهر كثير جدا على مستوى مجتمعنا اليمني. أول مشكلة يقع فيها الزوجين في السنوات الأولى للزواج مشكلة الجهل وضعف الثقافة الأسرية. لما يكون ما فيش عندي ثقافة عن الجانب الأسري، عن الجانب الجنسي في الزواج، عن جانب العشرة، جانب هذه القضايا كلها بلا شك بتسبب لي مشاكل مستقبلية. المشكلة الثانية أو النوع الثاني من المشكلات اختلاف الطباع والأمزجة. البنت تربت في أسرة معينة في بيئة محددة، الولد كذلك تربى في بيئة معينة في أسرة محددة، لها طباعها، لها أمزجتها، لها أخلاقيتها. هنا تأتي المشكلات حينما يتفاجأ كل من الطرفين بأخلاقيات وأمزجة وطباع الطرف الآخر، لأنه وغالبا حينما يكون عنده توقعات مرتفعة أو توقعات منخفضة فيتفاجأ بعكس ما توقع، يعني سواء الزوج أو الزوجة. فهذه إحدى المشاكل التي يعاني منها الزوجين في السنوات الأولى من الزواج. المشكلة الثالثة، وهذه مشكلة فعلا مؤرقة كثيرا، هذه هي تدخلات الأهل من الطرفين، سواء تدخلات أهل الزوجة أو تدخلات أهل الزوج. قد أكون أنا منسجم مع زوجتي وزوجتي منسجمة معي، فيأتي أهلي أو يأتي أهلها يخربوا العلاقة، يخربوا العلاقات لأسباب أخرى أو لمشاكل بينهم قديمة. صحيح، ليست لها علاقة بالزوجين. نعم صحيح. وهذه تسبب مشاكل كبيرة جدا، وتسبب شرخ في الجدار العائلي السعيد. نعم نعم. كذلك من المشكلات التي يعاني منها الزوجين في السنوات الأولى للزواج مسألة ضعف أو عدم وجود الشعور والإشعار، يعني أن أشعر بمشاعر طرفي الآخر أو أن لا أشعر طرفي الآخر بما أشعر ناحيته، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذه تدخلت فيها ثقافة العيب الذي هي سائدة في كثير من مناطق مجتمعنا اليمني، يعني ثقافة العيب، ولذلك عيب 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 إلى أن نقع في العيب. حتى يعني في إطار يعني علاقة الزوج بزوجته، في بعض الأماكن قد تخجل الزوجة أو يخجل الزوج من أن ينادي أحدهم الآخر باسمه،
صحيح فيضطر يعني صحيح. الى مناداته بكنيه او بشيء مع فلان انه نعم لا واحيانا قد في بعض المناطق قد يسيء في التعبير يعني قد ياتي بعبارات غريبه يعني ابسطها ان يقول العجوز يعني مع انها بنت شابه وكذا يعني والمراه تاتي تنادي رايتم الرجال رايتم الرجل حقي حقنا يعني وكانها تبحث عن اداه من ادوات البنزل يعني بينما انه ثبت ان اجمل ما يمكن ان تسمعه الزوجه هو اسمها من فم زوجها وكذلك الزوج ان يسمع اسمه من فم زوجته فهذه مساله غائبه في كثير من مناطق اليمن بسبب ثقافه العيب يعني وهذه مشكله كذلك مشكلة خامسة الجهل بالخارطة الجسدية لكلا الطرفين يعني فمن من ضمن ما يديم العلاقة الزوجية السعيدة أن يفهم كل من الزوجين الخارطة الجسدية للطرف الآخر وهذه يعني تحتاج إلى حلقة لوحدها لتبيينها وتوضيحها يعني نعم كذلك من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها الزوجين في السنوات الأولى للزواج ضعف الاهتمام الشخصي عند أحد الزوجين أو كليهما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول دائما والله إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي وكان دائما ينادي بقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني فمثل ما أني أطالبها بالتجمل وأطالبها بالتزين كذلك ينبغي علي أن أتجمل لها وأتزين لها كما تتجمل لي وتتزين فإذا غاب الاهتمام هذا بلا شك يؤدي إلى شرخ في العلاقة الزوجية كذلك رقم 6 من المشكلات البارزة في حياة الزوجين في السنوات الأولى للزواج غياب الحوار الأسري يعني قد يكون في نفسي شيء مع زوجتي لكني لا أستطيع التعبير عنه قد يكون عند زوجتي كذلك لكنها لا تستطيع التعبير لكن حينما يكون الحوار مفتوح الحوار الزوجي بين الزوجين ومستمر وحوار ودي وحوار هادئ بلا شك سيصلوا إلى حلول كثيرة جدا من تلك المشاكل كذلك رقم 7 من المشكلات الكثيرة جدا التي يعاني منها الزوجين غيرة الأهل وخاصة الأم يعني في كثير من الأسر أم الزوج تغير على ابنها من زوجته صحيح نعم. هذا حاس خاصة كثير. إذا كان هذا الولد أو هذا الزوج يمتلك مكانة خاصة في نفس الأم يعني حينما تجد أن الزوجة جاءت فتظن أنها أخذتها منه فهنا تبدأ مسلسل مشكلات جديدة ومشكلات كبيرة جدا مع أنها قليلة عندنا في مجتمعنا اليمني لكن أحببنا التنويه لها لأنها موجودة نعم فهذه أبرز 7 مشكلات يعاني منها الزوجين في سنوات الزواج الأولى طيب أستاذ قديما لم نكن نسمع عن حالات الطلاق بكثرة وإن وجدت بقلة جدا يعني وغالبا إذا سألت الجدة عشت مع زوجها 30-40 سنة لحد ما مات يعني أو هي ماتت لكن الآن ما أسباب هذه المشاكل التي ازدادت في السنوات الأخيرة؟ طبعا أنا سأرجع بك إلى نقطة البداية وهي نقطة الاختيار يعني كانت المشكلة أساسا بدأت من الاختيار من سوء اختيار الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها كذلك لا تنسي أنه في عندنا في عاداتنا وتقاليدنا في مجتمعنا اليمني أن الزوجة لا تتدخل في بعض المناطق في اختيار الزوج أو في الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الزوج فغالبا تأتي الأسرة وتوقفها أمام الأمر الواقع يعني يا هذا يا لا صحيح زواج يعني. صحيح. وهذه مشكلة في بتسبب لنا مشاكل قادمة كذلك المسألة الثانية عدم الانفتاح على الآخر ينبغي أن أنفتح على ذاتي وأنفتح على طرفي الآخر فهو جزء مني هو نصفي الآخر كذلك في مقولة رائعة تقول أنه حلم كل بنت أن تحصل على زوج كامل وحلم كل شاب أن يحصل على زوجة كاملة وهذا خطأ عند الطرفين صحيح. فكل منهما يكمل الآخر فلو فهم أن مسألة الزواج هي مسألة تكاملية. أنا أكمل زوجتي وزوجتي تكملني فعندي أشياء ليست عندها وعندها أشياء ليست عندي فبلا شك سنعيش في سعادة دائمة ومستمرة ونتلاشى ونتحاشى كثير من المشكلات المستقبلية بإذن الله عز وجل نعم. طيب كيف يمكن للزوجين أن يتعاملوا مع هذه المشاكل خاصة في السنوات الأولى يعني أنا قرأت في كتاب أنه 3 سنوات الأولى من الزواج تعتبر محل اختبار للعلاقة الزوجية طيب تكثر فيها المشاكل بين الزوجين كيف يمكن لهم أن يتعاملوا مع هذه المشاكل هذه 3 سنوات الأولى نحن نسميها سنوات التهيئة لعمر زواجي سعيد صحيح. نعم ففي هذه 3 سنوات الأولى أو في السنوات الأولى المبكرة في من الزواج ينبغي على كل من الزوجين الإحسان علاقته بطرفه الآخر فسنذكر بعض الأمور من ضمنها أولا التهيؤ المسبق
ينبغي أن أتهيأ مسبقا لتحمل زوجتي بما بعيوبها بكل شيء. كذلك زوجتي ينبغي أن تتهيأ لهذا. صحيح. ومن يظن أنه سيجد زوجة بلا عيوب فهذا واهم. كامل. وأي زوجة تظن أنها ستجد زوجا بلا عيوب فهذه بلا شك واهمة. والكمال في الإنسانية محدود ومقصور على الأنبياء والمرسلين. نحن بشر موصوفون بالنقص يعني بنقصاننا. الأمر الثاني مسألة الإيحاء. ينبغي أن أعطي نفسي إيحاءات إيجابية أكثر مما أعطي إيحاءات سلبية. سأتأقلم مع زوجتي، سأعيش معها في سعادة، سأرتاح معها، ستريحني. كذلك هي ينبغي أن تعطي نفسها إيحاءات إيجابية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجده، يعني فأنا أتفاءل خيرا لعلي أجد ذلك الخير. كذلك ينبغي أن أعتبر الأمر عادي، يعني اختلاف الطباع والأمزجة مثلا ينبغي أن أعتبره أمر عادي جدا، يعني لأن الله عز وجل يقول بل أمر فطري. الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقنا مختلفين متفاوتين في المدارك في الأفهام في العقول في الشخصيات في الأشكال حتى في البصمة في نظام البصمة. يعني الآن العلماء يثبتون أن الإنسان إلى 300 تريليون إنسان لا يمكن أن يتطابقون في التشابه، فلذلك لا يمكن أن أجد شخصا يشبهني 100%. فلا بد من هذه المسألة، ومسألة إنه اعتبار الأمر عادي وفطري مسألة الاختلاف. لكن ينبغي أن نركز على مسألة التفاهم والتقارب، ولا بد ما أتحمل طرفي الآخر وطرفي الآخر يتحملني، وهكذا لكي نعيش في سعادة دائمة. مسألة تدخلات الأهل أو تدخلات الأسر، أسرة الزوج أو أسرة الزوجة، فينبغي عمل عدة خطوات للتحاشي وتلافي هذه المسألة. مثلها مثل إقناعهم أن حياتي الزوجية حياة خاصة بي، يعني سواء أنا كزوج أو زوجتي كزوجة، ينبغي أن تخبر أهلها وأنا أخبر أهلي بأن الأمر شيء يخصني. الأمر الثاني لابد من وجود صبر، يعني لابد من وجود مشكلات، وأنا دائما أنادي وأقول أن المشكلات هي ملح الحياة، ومن يظن أنه سيعيش حياة بلا مشكلات لن يستطيع أن يعيش. إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول البشر وخير خلق الله تعالى، عاش وكابد عدة مشكلات، فلا بد من أن أصبر وأتحمل ما سيأتيني. كذلك مسألة مهمة جدا التعامل الحسن مع الأهل، يعني فكما تعاملهم سيعاملك، واحترم تحترم، وكلما كانت أخلاقي حسنة بلا شك ستكون النتيجة، فالجزاء من جنس العمل. يعني كلما أحسنت خلقي معهم سيحسنون أخلاقي معهم. وعندنا مثل في اليمن يقول من حب الجمل حب جماله. صحيح. يعني إذا أحببت زوجتي فينبغي أن أحب أهلها، كذلك زوجتي إذا أحببتني ينبغي أن تحب أهلي، وهذا مما يساعد على ديمومة الزواج والسعادة الأسرية الدائمة. كذلك من المسائل المهمة عدم إطلاع الأسر بما يحدث بين الزوجين. يعني ليس من الضروري أن أخبر أهلي بكل ما يحصل بيني وبين زوجتي حتى ولو كانت مشكلات. يعني كذلك الزوجة، يعني وهذا للأسف الشديد قائم عندنا في بعض العادات في بعض المناطق، حينما تذهب الزوجة إلى أهلها غضبانة من زوجها لا تكتفي بأن تخبرهم بمشكلة ذلك اليوم فقط، يعني تبدأ من أول يوم زواج صلح وعمل وكذا وكذا. الزوج كذلك حينما يأتي إلى الأسرة ويتفاجأ بأن زوجته قد أخبرت أهلها يبدأ يأتي بالمسلسل من البداية إلى النهاية، وهنا نثروا كلامتهم نثروا كل أمورهم وأسرارهم، وهذا لا ينبغي حتى بل شرعا لا يجوز لا يجوز. يعني فإذا كنت غضبان من مشكلة محددة أحدد تلك المشكلة فقط. ولذلك في ألفاظ العموم في مشاكل الزوجين مشكلة، يعني حينما تأتي الزوجة تقول لم أرى منك يوما أبيضا، الزوج يقول لم أرى منك يوما سعيدا، يعني بلا شك أنهم غلطانين الاثنين، يعني مش معقول. يعني على الأقل يوم العرس كانوا سعيدين. صحيح. ببعض يعني. صحيح. كذا. كذلك مسألة مناقشة الأمور بهدوء، يعني أن نناقش مشاكلنا ونناقشها مع أسرنا مع أهلنا بكامل الهدوء و الأريحية. مسألة ضعف أو عدم الشعور والإشعار، ينبغي على الزوج والزوجة أن يتجاوز مسألة العيب وأن يقترب من الشرع. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعبنا ونلاعبه
ويضاحكنا ونضاحكه، حتى إذا أقيمت الصلاة فلا كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قال بعض المفسرين لهذا الحديث يضاحكنا، بمعنى أنه إذا لم نضحك هو يستقصد إضحاكنا، يعني ممكن يستخدم يداعب يضحك كذا. فهذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي أن تكون بين الزوجين. كذلك ينبغي أن أشعر زوجتي بما أكرن لها من حب، ما عندي لها من مشاعر من عواطف وكذا، وهي كذلك تبادلني نفس الشعور والإشعار. مسألة الجهل بالخارطة الجسدية هذه مسألة مهمة جدا، لأنه لها علاقة بالجانب الجنسي في عند كلا الزوجين. يعني ينبغي أن أعرف ما هي المناطق التي تسعدها لو لامستها، ما هي المناطق التي تسعدني لو لامستها هي كذا. هذه طبعا هذه تختلف من شخص إلى آخر، ليست قاعدة عند كل الناس، فتختلف من هذا إلى ذاك. المشكلة الخامسة التي مشكلة ضعف الاهتمام الشخصي، هذه أعتقد أنها مسألة شرعية دينية تعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله تعالى طيب ولا يحب إلا طيبة، يعني فلا بد ما يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما يحبه في حياته الطيب. كذلك كان يتجمل، كان يصلح من نفسه، وكذلك الزوجة يعني ينبغي لها أن تجدد من ذلك الأمر، لأنه يساعد على تجديد أو تجدد العلاقة الزوجية. مسألة غياب الحوار فعلا مشكلة عويصة جدا عند مجتمعنا وفي أوساط الأسر، فلا بد من إثبات مبدأ الحوار. فمبدأ الحوار مبدأ رائع وقيمة مهمة جدا، ينبغي أن تنغرس بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأم وابنها، بين الأم وبنتها، بين الآباء والأبناء، بلا شك لكي تعيش الأسرة في حياة سعيدة دائمة مستمرة. مشكلة غيرة أم الزوجة، هذه المشكلة الأخيرة. ينبغي على أم الزوج أن تعرف أن هي سعادتها من سعادة ابنها، وسعادة ابنها مع زوجته، فينبغي أن تطلق لهم الحرية في ذلك الأمر، وإذا كان فيها نوع من الغيرة فتحاول قدر الإمكان أن تكتم ذلك الأمر، لأنه سيؤثر على علاقة الزوج بزوجته مما لا يعيش سعيدا في حياته. صحيح، الحديث طبعا في هذا الجانب يطول جدا، لكن طبعا وطولانه مهم جدا، لأنه عشرة حياة هي عشرة العمر، والأسرة هي الابنة الأولى في تكوين المجتمع. صحيح، لكن نحن يحكمنا الوقت يعني في البرنامج. نشكر لك أستاذ عبد الغني إثرائك للموضوع، ونتمنى أن تصل نصيحتك إلى جميع المتزوجين حديثا، وأن يستطيعوا بالفعل أن يتجاوزوا هذه المشاكل. مشاهدينا، مبدعة جديدة نتعرف عليها، ولكن بعد هذا الفاصل. للإبداع تفاصيل كثيرة وقصص متعددة، ونحن في همسة إبداع كان لنا قصة مع مبدعة جديدة نتابعها في هذا التقرير. ترسم مستقبلها بخطوط واضحة ومميزة ومبدعة. عبير النصيري، فتاة لم تتجاوز 20 عاما، إلا أنها تملك أناملا تنقش الكثير من الرسومات التي تحاول من خلالها أن تنقل الواقع الذي تعيشه، أو ترسل مفاهيما وأفكارا رائعة لكل من يتابع رسوماتها. استطاعت أن تكون رسامة بارزة في عدة مجلات كمجلة أسامة وسياج وبعض المناهج الدراسية. تسعى إلى تطوير موهبتها في الرسم باستمرار، ترسم بثقة وجد، وتعمل على لوحات متعددة لتستطيع تنفيذ معرض خاص برسوماتها. عبير صغيرة في السن وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل وطموح كبيرين، تهتم بقضية أطفال الشوارع، لذلك تحلم بأن تبني مدرسة خاصة بإيوائهم وتدربهم وتنتشلهم من الشوارع. تؤمن عبير أن الرسم هو الطريقة المثلى لمناقشة قضايا المجتمع وإيصال الرسائل المختلفة للناس بسهولة. اكتسبت شهرة في الرسم الكرتوني حتى أصبحت إحدى الرسامات المعروفات في مجلة أسامة، إنها الأخت عبير النصيري. حياك الله. بداية، منذ متى بدأت ترسمين؟ تقريبا في الصف الثاني الثانوي بدأت تحترف الرسم. أي طيب، يمكن أن تحكي لنا كيف أصبحت رسامة في مجلة أسامة؟ هو مبدئيا أنا رحت لمجلة أسامة، فاتصلت لها مبدئيا، وبعدين رشدوني فين المكان بالضبط، بعدين الحمد لله يعني وصلت لهم يوم ثاني تقريبا، رحت لهم
وصلت رويتهم يعني بعض الرسومات الذي موجودة معي. طيب قالوا لي خلاص تمام بنجيب ليش مبدئيا قصة ترسميها لنا بعد يومين وإحنا بنشوف. قلت خلاص تمام. أخذت السيناريو وروحت البيت رسمته. رجعت تقريبا لهم يوم ثاني أو ثالث ما أتذكر بالضبط. رويتهم طبعا عجبهم عجبتهم رسوماتي وإن شاء الله خير. طيب هل ترسمين في تمثل رسوماتي قضايا معينة أفكار معينة؟ هي أصلا بتمثل القضايا اليمنية بشكل عام في رسوماتي أكثرتهن أغلبهن في مجلة أسامة. لا في مجلة أسامة لا ما بتكونش يعني قضايا يمنية بس في يعني لوحاتي الخاصة أي تكون قضايا يمنية. ترسمين في رسم كرتوني فقط أم هناك رسومات أخرى؟ لا حاليا رسم كرتوني فقط. طيب هل تدرسين؟ أي الآن تدرسين بصف بسنة كم؟ أدرس في كلية المجتمع سنة أولى. في قس؟ ما فيش سنة أولى بتكون عام بعدين سنة ثانية يبدأ التخصص. طيب تحبين أن تتخصصي في مجال معين؟ إن شاء الله بإذن الله إذا كتب الله لنا عمر جرافيك إن شاء الله. لماذا اخترت مجال الجرافيك؟ هو له علاقة شوية يعني بالرسم بهذا الأشياء تحريك الرسومات. فن الصورة. الجرافيك فن الصورة. أيوه كيف الالتقاط كيف أي وتحريك طيب الرسومات. أنت مستقبلا تحبي لك مشاركات أخرى غير مجلة أسامة؟ لي مشاركات في مجلة سياج هذه الموجودة ولنا تقريبا هذه المجلة تشاركيني فيها. أيوه ترسمين الرسم كرتوني كذلك؟ أيوة هم يجيبوا السيناريو وأنا يعني أقرأ قصة وأبدأ أرسمها. وهذه مجلة أسامة طبعا وهذه مجلة كمان تشاركي فيها على أسامة. أيوة. نفسها. طيب لك مشاركات أخرى غير هذه المجلات يعني قدمتي معارض شاركتي في معارض مفتوحة أو؟ شاركنا في معرض بس مبدئيا يعني ما قد يعني كنت مبدئيا بشارك في المعرض حق الرئيس جائزة الرئيس يعني ما حلفناش الحظ إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نشارك فيه إن شاء الله. طيب تحبي بالمستقبل إنك تحترفي مهنة الرسم؟ أكيد إن شاء الله. طيب هل تجدين في الرسم صعوبة عندك يعني في امتهانك مهنة الرسم؟ في بعض المشاهد أو اللقطات توجد صعوبة مش إنه ما توجدش صعوبة بس مثلاً في يعني إذا صورتها تصوير بيكون بالتلفون ولا يعني بكاميرا عادي وارجع أرسمها تمام تكون يعني واضحة. لأنه يعني المحترف جدا هو الذي هو مبدع يعني الحمد لله رب العالمين بس يعني في حركات لأن إحنا ما قد يعني دخلناش ما فيش للأسف الشديد موجود معنا هنا يعني إمكانيات تقصدين؟ لا ما فيش موجود في صنعاء معنا كلية الفنون يمكن لها يعني شأن كبير في عند الرسامين إذا بدأوا فيها. أنت تحبي بالمستقبل تطوري نفسك يعني تدخلي تخصص في له علاقة بالرسم غير الجرافيك يعني بتحبي تأخذي دورات أي شيء آخر؟ عادي أيوة إذا في إن شاء الله بإذن الله أكيد بدخل فيها إن شاء الله. طيب لقيتي تشجيع من الأسرة من الأهل؟ الحمد لله رب العالمين في الأسرة يعني تشجيع بشكل غير طبيعي الحمد لله. كذلك في المجتمع اليمني صحباتي أستاذاتي. طيب تحسي إنه الرسم عندنا في مجتمعنا اليمني له مستقبل؟ مبدئيا يعني بس الحمد لله ان شاء الله باذن الله تكون رسالتنا واصله للكل ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يدعموا هذا المجال. انا احس ان هذا المجال جميل جدا وان شاء الله يكون يعني لنا بصمه في اليمن ان شاء الله. طيب انت لما بترسمي ايش بتحسي لما بترسمي يعني ايش احساسك؟ هل الرسم عندك كان هوايه رغبه من داخلك ام انه هو الحمد لله هو هواية. طيب يؤثر فيك الرسم؟ أكيد بشكل كبير جدا يؤثر فيني في بعض الصور التي أرسمها أنا يعني بتكون يعني محدث يعني بتكون عن المجتمع إذا رسمت عن المجتمع اليمني بتكون يعني مؤلمة جدا بالنسبة لي يعني في نفس الوقت. طيب يعني رسمة لوحة رسمتيها وأثرت في نفسك كانت تتناول ماذا؟ كانت تتناول القضية الأزمة التي حصلت لليمن الثورة قصد؟ أي الثورة. طيب كده رسمت يعني الشارع ولا كيف ولا؟ رسمت المستشفى الميداني. هذا أكثر شيء أثر في نفسك. أي. طيب في رسامين متأثر أنت فيهم بتتابعي لوحة رسوماتهم معارضهم؟
مش ان يعني تقريبا ما فيش الا تقريبا ما فيش حاليا ما مش انا مطلعه يعني بهذاك القدر يعني على بعض الرسامين الموجودين في اليمن لاني عادي اول يعني تقريبا عاد انا تجربتك لسه في البدايه ايوه ما احتكيتش برسام او شفت رسومات او ما قد طلعتش على رسومات بالاصح. رساله اخيره تحبي ان توجهيها للمجتمع؟ اتمنى انه اذا في يعني مواهب سواء من كل الجوانب يعني من ناحيه القاء يعني شعر فن في الرسم في كل المجالات ان شاء الله باذن الله اتمنى انهم يكونوا يدا بيد لهذا الشخص الذي يحمل مثل هذه الفنون ويرفعوا من معنوياته. نتمنى كذلك نحن لك المزيد من التقدم والنجاح وان شاء الله تكوني في المستقبل رسامه معروفه. ونشكر لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. مشاهدينا رحلتنا إلى هنا وصلت إلى الختام، نتمنى أن نكون قد حققنا الفائدة المرجوة من فقراتنا وأوصلنا الرسالة. تابعونا في نفس الموعد، نترككم في عناية المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.